لا يا اخي يا اخي تعال عامل كمينة من ورا اي ساعة هاي 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 يا مشيت ما رحنا يا الله كفر كفر يا صمتني هاي وحش كفر واحد ماشي ما قدرتش ماني بعبي دمي يا باشا قلت هاي ماشي من دفنشي هذاكو هذاكو لو ما شفته عادل اوكي ورا السلم انميز اهيد Okay. تهيل وراه على الشجرة لا لا بس واحد يا بوت سوري عادل شو تسوي سوري وقف لا ابدأ واقف حتى تسبني الله يسامحه طوبز قدام عمك السوري يلا دم مقدمات كلامي رصاص لما تحرضون علي انتو رخاص الغى اشتراك وحركات نذالة ما حتبين انك قدوة راح تتعرض لانتقاص هذا الفرق لما تكون منافس جوا اللعبة ما حتلاقي رحمة مني لانها بالنسبة لك صعبة فانت تحاول تذكر اسمي وتجيب المليون لانك عارف انه اسمي حيجيب الرقم مضمون فكرة صارت انه تبدل الاشاعات حاول تنتهي بحياتك او تكسر سماعات انت تدري خشمك كله تحطه بمواضيعي راح يوصلك النهاية ويدخلك بمعاناة بلا سبب شخصي انت استخدمت العدوان لكن ردي كان سكوتي وبمثابة عنفوان انا الملك راكب بي ام مو مثل اللي راكب كيه صعب نتقارن عزيزي لانه الفرق شتان هذا لمثالك وانا بمثالك برمن اسم الجاريه درب اللي دا تسلكه بسهولة انهيه سامر ما حيكذب جمهوره يدرون لانه لو كلامك صح ما عاش بدولة قانون يدخل جوه فكرك ويزرع لك الافكار يبقى يوسوس بدماغك ويدفعك للانتحار لكن برضا تقرر السكوت وهذا يعتبر من عنده نبذة عن الجبروت ما بتصدق ما بتجيب نصي بعرف الا هيك انت بتحكي انا ابن سوريا ماسك ببجي شوف كم كيل بجيب خصمي ما بتصدق ما بتجيب نصي بعرف الا هيك انت بتحكي انا ابن سوريا ماسك ببجي شوف كم كيل بجيب خصمي مهما حاولتوا ما بتكسروني بتتابعوني مع انكم بتكرهوني ارقامكم انجابت بي اسمي فانتو شو بدوني مفهمين انهم فنشوني تقبشوني اذكياء شت اغبياء شت اذلاء مشان ارقام بيخدروك اذلاء ما عندن اي مادة يطرحوها او يحكوها فبيتمسكوا بماضي وبموجي عم يخلقوها هالامواج رح تغرق السفينة اللي صنعتوها كلكم رح توقعوا بنفس الحفرة اللي حفرتوها بشكل رأسي حامل فأسة
نفسي بحمي نفسي بقلب مأزي لما بتجرب تاخد لي حقي لحالي بصفي فبوقف بصفي كني جدي بنيت حالي من الصفر ما خلقت عندي كل شي بيعلم ربي اني اشتغلت باصلي وكنت قوي انا ابن سوريا ورا ظهري عندي جيش اخوه ربينا وفينا نخوي ما برضاها واطي واي متسلق عكتافي لانه نجاحي ضربي قاضي شي طبيعي اما بالنسبه للمسبات الشي اللي عملتوه بيجلوا يعملوا البنات انتو رماد ناس بتثق فيني على الاقل بعتذر عن افعالي لاني اصلي وانت صيني فيك طب بتصدق ما بتجيب نصي بعرف الا هيك انت بتحكي انا ابن سوريا ماسك ببجي شوف كم كيل بجيب خصمي طب بتصدق ما بتجيب نصي بعرف الا هيك